أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. وكما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم الأستاذ يحيى CEO لرش نايت كلب. أستاذ يحيى، أهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج، نورتنا ونورت شاشتنا المتواضعة. حابين نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين عن الأستاذ يحيى. حقيقة أنا يحيى، أونر رش مثل ما بتعرفوا، من سنة 2017، وكتير متواضع. أهم شيء المتواضع وبحب العالم كله. طبعا نورتنا ونورت شاشتنا المتواضعة مثل ما حكينا. حابين نعرف أكثر عن نوع السهرات والخدمات اللي بيقدمها رش نايت كلوب للعملاء. نعم، نحن نوع السهرات عندنا سهرات خليجية، نايت كلوب خليجي، بيقدم ديجيات متعددة، يعني مشاهير، كل ديجيات تقريبا المشاهير اجوا عندنا على رش نايت كلوب. والسيرفيس عندنا كتير حلو، ونوعية الكوستمر، نوعية الزبون VIP، لأنه كتير العالم نحن بترتاح، عندنا عالم الـ VIP كتير بترتاح بس تجي على الرش، لأن بتحس حالها بأمان، في سيكيورتي، في يعني في اهتمام طبعا بالكوستمر. فهذا الشيء يعني طبيعي، هذا الشيء لمسناه احنا من أول ما دخلنا الرش نايت كلوب. حابين نعرف عن السبب اللي خلاك تستثمر وتختار رأس الخيمة كوجهة للأستاذ يحيى. والله اللي خلاني استثمر برأس الخيمة الصراحة، يعني رأس الخيمة بتشجع بالاستثمارات، يعني وخاصة سياحة رأس الخيمة كتير مهتمة بهالمواضيع، فهل شجعني أن نعمل نايت كلاب برأس الخيمة. ولقينا الحمد لله فتحنا نايت كلاب، ولقينا كتير يعني في العالم انبسطت، وكتير يعني كان طبعاً مريح الشغل. طبعا حابين كمان نعرف، طبعا منافسة في دولة الإمارات بشكل عام في جميع قطاعات العمل، سواء كانت قطاعات العقارات، قطاعات النايت لايف، قطاعات شتى القطاعات، منافسة شديدة. حابين نعرف احنا المميز عندكم في رش، وشو اللي بيميزكم عن باقي المنافسين الموجودين في السوق؟ والله لك، نحن اللي بيميزنا انه نحن نوعية الزبون، نوعية الكوستمر، فيك تعتبر يعني فيك تعتبر نحن خليجي، نايت كلاب خليجي، وفيك تعتبر كمان انه نوعية العالم اللي بتيجي عالم راقي، يعني عالم جاي تسهر وتنبسط، ومش جاية مثلا في مثل بعض الاماكن بصير في مشاكل امرار. نحن الحمد لله هيدي السيفتي عندنا كثير 100% عندنا، عرفت كيف؟ طبعا نتمنى لكم دائم التميز والنجاح والتفوق في هذا المجال. حابين نعرف رؤية الأستاذ يحيى، طبعا حضرتك من سنة 2014 متواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. حابين نعرف شو رؤية الأستاذ يحيى وشو رؤية رش نايت كلوب كمان. يعني هي الرؤية اللي عندنا اللي موجودة عندنا مستقبليا، طبعا يعني في عروضات كتير جيتنا، نفتح أماكن تانية، وان شاء الله حنفاجئكم بشغلات كتير يعني حتنبسطوا فيها ان شاء الله، والجمهور الجمهور حينبسط فيها ويكون مبسوط ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طبعا مثل ما بنعرف دولة الامارات العربية المتحدة الامن والامان فيها باعلى المستويات. حابين نعرف كيف ممكن الامن والامان خصيصا في مجال النايت لايف يأثر على حضرتك الاستاذ يحيى، وكيف ممكن يساعد على استقطاب المستثمر سواء من الداخل او من خارج دولة الامارات. لك بدي اخبرك شغلة، الامارات معروفة على صعيد العالم كله يعني نمبر 1 بالامن والامان والاستقرار طبعا. فبس تقول الامارات، اي مستثمر تقول الامارات فهو بيتشجع، بيجي وبيفتح شغل بالامارات. ليش؟ مثل ما انا تشجعت، مثل ما سمعت عن الامارات بالامن والامان، فعلا الامارات يعني كتير 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 سيفتي، امن امان، هاي الشغلات كتير يعني مهتمين فيها. اكيد بالفعل، الحمد لله. طبعا ما لازم نذكر جهود شيوخنا اكيد في دوله الامارات العربيه المتحده، بنحب نوجه لهم رسالة شكر من طرفنا احنا كطاقم عمل في قناة ABC، وبنحبك كمان تاخذ معنا قطعة من هذا النصيب. اكيد اكيد، نحن بنشكر حكام الامارات، وبنشكر شيوخ الامارات، وبنشكر الاجهزة الامنية اللي كلها متعاونة بالامن والامان. أكيد. والحمد لله، والله يديمهم ويطول بعمرهم ويقويهم. امين يا رب العالمين. طبعا في نهاية الحلقة حابين نعرف كيفية الوصول والتواصل مع حضرتك ومع رش نايت كلوب كمان. الوصول عن طريق جوجل، فيك تحط رش نايت كلوب صار أسهل شيء، توصل لعنا يعني.
وفيك سناب شات تحط رش نايت كلاب توصل كمان. طبعا نحب نتشكرك على ظهورك معنا في شاشتنا المتواضعة مرة أخرى. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز الأستاذ يحيى. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.